خمس طرق بسيطة لينمو شعرك في أسبوعين. تتغير موضة الشعر كما يفعل الطقس، فهناك قصة شعر بوب كاري أو الضفائر أو وصلات الشعر الطويلة أو الشعر المدرج القصير أو الشعر المستقيم الناعم. فمن الصعب التنبؤ بما قد تكون الموضة في الشهر القادم، فكيف نتوقع موضة السنة القادمة؟ على أي حال، نرغب جميعاً بأن ينمو شعرنا بأقصى سرعة ممكنة. إليك أكثر الطرق فعالية لجعل شعرك ينمو في أسبوعين فقط. اضغطي على زر الإعجاب إن كنت تودين تجربة واحدة من هذه الطرق البسيطة على أقل تقدير. 1. اغسلي شعرك بطريقة صحيحة. إن الأساس للحصول على شعر سليم وسريع النمو هي طريقة الاعتناء به في المنزل. التمشيط ليس كافياً، فلنتعمق بالموضوع قليلاً. كل ما تقومين به سواء كان غسل شعرك أو تمشيطه أو تسريحه يؤثر على نموه، وقد يبطئ عمليات النمو استخدام كل من الشامبو الخاطئ أو فرشاة الشعر المدببة. أكثر الإجراءات أهمية هو غسل شعرك. لندخل مباشرة في صلب الموضوع، أنت تضعين الشامبو وتفركينه على تاج رأسك ومن ثم تشطفينه، كما وأنك تستعملين من حين لآخر بلسم الشعر. قبل كل شيء، حافظي على درجة الحرارة المناسبة، فضروري أن تكون ملائمة لفروة الرأس. بما أنها واحدة من المناطق الحساسة، يصعب تقبلها لحرارة تتعدى 40 إلى 50 درجة مئوية، وقد يؤدي استعمال الماء الساخن جداً إلى تدمير فروة الرأس وجعل البصيلات حساسة وعرضة أكثر للضرر. وتأكدي أيضاً من استخدام كمية معتدلة من الشامبو الملائم لنوع شعرك. الكمية المناسبة هي بحجم حبة البندق. وتجنبي أنواع الشامبو القوية التي تزيل الزيوت الطبيعية، وهي إفرازات ينتجها جسمك لمساعدة البصيلات على النمو. اسكبي الشامبو أولاً على راحة كفك وافركيه بيديك الاثنتين للحصول على الرغوة، وبعد ذلك فقط يمكنك وضعه على شعرك. يحصل الجزء العلوي على الكمية الأكبر من الشامبو لتنظيف قشرة الرأس وخلايا الجلد الميتة من عن فروة الرأس. بعد ذلك افركي فروة رأسك برؤوس أصابعك. ولمنع تساقط الشعر، عليك أولاً تبريد مسامي الشعر، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي شطف شعرك النظيف بكمية كبيرة من الماء البارد، فالمسام المسدودة أقل عرضة بكثير. يمكن لهذه الخطوة البسيطة إحداث فرق كبير. 2. اختيار فرشاة الشعر الملائمة. يعتقد البعض بأن ذلك ليس ذو أهمية كبيرة، ولكن من السهل إثبات أنهم ليسوا على صواب. إن إلحاق الضرر بالشعر هو أفضل وسيلة لمنعه من النمو، وهذا عكس ما نريده تماماً، أليس كذلك؟ يؤثر نوع فرشاة الشعر كثيراً على سرعة نموه، فلنفحص الموضوع عن قرب. يساعد تمشيط الشعر على تنشيط فروة الرأس وزيادة تدفق الدم إلى طبقات الجلد وتحفيز نمو الشعر. خيارنا هو فرشاة من شعيرات الخنزير الطبيعية، فهي مريحة للبشرة وتفك تشابك الشعر من دون إلحاق أي ضرر. إن الفرشاة المصنوعة من شعيرات الخنزير جيدة في توزيع الزيوت الطبيعية من فروة الرأس إلى أطرافه. قدري شعرك وكأنه خيوط ذهبية، فهو هدية ثمينة من الطبيعة. إن ربط شعرك باستمرار يعيق نموه، إذ أنه يضعف أنسجته. يشير أخصائي الشعر إلى تلك المشكلة باسم انكسار كيميائي. 3. تجنب أدوات تسريح الشعر. يضعف تسريح الشعر بكثرة من بنيته، وذلك يسبب أيضاً بجفافه. كوني عقلانية واقضي بضع ثواني إضافية في الاعتناء بشعرك. ضعي بضع بخات من المنتج الحامي من الحرارة للشعر المفضل لديك قبل تسريحه. وهناك فكرة جيدة أخرى، وهي الحصول على تموجات طبيعية دون استعمال أدوات التسريح. بإمكانك الاعتماد على هذه التسريحة المريحة مهما كانت حالة الطقس في الخارج. دعي شعرك بعد غسله ليجف في الهواء، فهذه خطوة هامة لاستعادة لمعانه الطبيعي. العناية بالجلد أمر هام، ولكن عليك أيضاً أن تعتني بشعرك جيداً. 4. استعملي علاج زيت منزلي الصنع. تعلمين كم نحلم جميعاً بشاطئ ساحر والرمل الأبيض وأشجار النخيل وجوز الهند. أجل، سيحب شعرك ذلك أيضاً.
اصنعي علاجاً رائعاً جديراً بالمنتجعات لفروة رأسك لزيادة نمو الشعر، وذلك باستعمال زيت جوز الهند البسيط. إليك وصفة سهلة، قومي بتدفئة من 3 إلى 4 ملاعق من ذاك الزيت، يجب أن يكون فاتراً عند الملمس. ضعي الزيت بعناية على فروة رأسك باستخدام أصابعك، فهو سيعمل على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس وتغذية الجلد بالعناصر الطبيعية، كما ويعمل على ترطيبه. بإمكانك أيضاً تدليك جلد الرأس بالزيت قليلاً، دعيه لعشر دقائق ومن ثم ضعي الشامبو واشطفيه كالعادة، سيشكرك شعرك على إكسير جوز الهند ذاك. ستكون النتيجة شعراً لامعاً كشعر نجمات هوليوود وناعم وأملس. 5. إنها مسألة فيتامينات. تذكري دوماً أن جسمك يحتاج للعديد من الفيتامينات الضرورية والعناصر الغذائية ليقوم بخلق شعر جديد، لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات هو أفضل شيء لنمو شعر صحي. إن أفضل مصادر البروتين هي اللحوم الحمراء والبيض والحبوب الكاملة، كما ويحتوي الزبادي على كمية عالية من البروتين، والعنصر الآخر لبناء الشعر هو البايوتين. بإمكانك أخذه كمكمل غذائي أو تناول الأطعمة التي تحتوي عليه كاللوز والفول السوداني والبيض والجبن والكبدة والسلمون والأفوكادو. يحتاج جسمك لفيتاميني ألف وسي لإنتاج الزهم، وهو مرطب طبيعي لفروة الرأس ولإنتاج شعر صحي قد ينمو طويلاً جداً. تعلمين ما الذي نقصد هنا، أليس كذلك؟ صحيح، تناول البروكلي والسبانخ والحبوب الكاملة، وعليك أيضاً تناول البرتقال والجريب فروت والكيوي والفراولة والطماطم والفلفل الأحمر. وبكون فيتامين سي مضاد للأكسدة، فهو يساعد جسمك على إنتاج الكولاجين، لذا تأكدي من بدء فطورك الصباحي بكوب من عصير البرتقال. وبإمكانك أيضاً أخذ المكملات، ولكن يفضل استشارة طبيبك للتأكد من تناولك للكميات والأنواع الصحيحة. لقد فزنا، نأمل بأن تساعد نصائحنا شعرك على النمو مثل رابونزل، وأن تحققي تسريحة الشعر التي تطمحين إليها. اضغطي على زر الإعجاب أسفل الفيديو، وسنقوم بإعداد المزيد من الفيديوهات حول العناية بالشعر. ولا تنسي مشاركة الأساليب التي تتبعينها لنمو شعرك، وذلك في قسم التعليقات أدناه.